السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت باش نفصل معكم واحد الجلابه اللي تاهي اتشهرت بزاف، اللي كيسميوها جلابه جبليه. واخا شنو كيكون في هاد الجلابه الجبليه؟ تتكون فصيله زوينه، كتيفات طايحين شويه، ماشي فحال جلابه مخزنيه تيكونوا كتافها طايحين بزاف، لا تيكونوا كتاف طايحين غير شويه، ما كتكونش عريضه بزاف، تيكونوا تاي عندها الافتحات في الجناب، تتكون قصيره واحد شويه. واخا على بركه الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموها على هاد الثوب ان شاء الله. واخا العبار ها هو عندي هنايا تاع الاخت، شوف ها هو كيف ما كتشوفوا معايا، كنطويه على قفاه بطبيعة الحال كيف ما ولفنا دائما، و غادي نشد التوب وغادي نطويه على زوج على الطول بطبيعة الحال. هانتوما كتشوفوا الطول تاع التوب ها هو كينزل عندي لتحت بحال هكا. دابا ها هو مطوي على جوج، ملي طوينا على جوج نعاود نطويه عاوتاني على جوج، هي كيولي عندي التوب مطوي على أربعة. بطبيعة الحال كنخرج سنتيم ديالي د الخياطة وحتى الحاشية، حتى هي كنخرجها ونبدا العبار ديالي. بعد ما طويت حيت كيزلق ليا غادي نشدو بهاد المجلة، نحط العبار قدامي سنتيم ها هو دائما في كتفاتي. واخا ندوزو نبداو اول حاجة كيف ما العادة، كنبغي نمشي معكم دائما بنفس الطريقة باش ما تدوخوش. واخا عندنا في الطول مترو و 38 38 كنزيد عليها 8 ديال السنتيم ديال العطفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 بحال هكا. عندنا في الكتاف 60 كنقسمها على جوج، هي 30 هي اللي غادي ناخذ من جهه الحاشيه هكا، هنسى الحاشيه ما غاداش نحسبها، ها هي ونبدا نخدم في الثوب ديالي. واخا اذا قلنا عندي 30 كنزيد عليها 1 سنتيم بحال هكا، وهاد المرة غادي نطيح الكتاف بخمسة سنتيم، ما غاديش نطيحهم غير بربعة، وناخد الكول ديالي سعود وننزل بطناش ونلاقي النقيطات اللي درت بحال هكا. عندي في التركيز 18 غادي نزيد عليها جوج ديال سنتيم، هي 20 هي اللي انا باغيه 20 مباركه على حساب العبار. نتوما غتشوفوا العبار اللي عندكم هو اللي غادي
تخدموا عليه ما بين هاد النقطه عاوتاني والنقطه ديال الكتاف. غادي نهبط هكا كما كتشوفوا نيشان، وكنمشي مباشره كنعبر 36. ها هي جاتني هنايا من هاد النقطة هادي نتاع 36. غادي نشوف شحال عندي في الورق، عندي فيه 29، كنزيد 3 ديال السنتيم كافياني. اذا 29 هاهي كتجيني هنا، كنزيد 3 ديال السنتيم، ها هي كتجيني 32، هي اللي عندي هنايا. كندخل بجوج سنتيم ونص بحال هكا، وكنلاقي ما بين هاد النقطة نتاعة الصدر والنقطة ديال الورق بحال هكا. بطبيعة الحال هاد النقطة كان حرفها بحال هكا، واخا. ودابا كندوز نعبر طول، واش الطول؟ الطول عندي معبور، وتلاقي النقيطة ديال الطول مع النقطة ديال الورق. صالة سهلة، خاصها غير تركيز من طبيعة الحال، أي حاجة كتبغي التركيز. أو تندوز تناخد المقص أو غادي نقطع هادشي هكدا لي عندي هنا الكول ديال الامام، غادي نضربو هو الاول بوحديتو. هانتوما ها هو الكول ديال الخلف بوحدو، هكا. وعاد تنشد القياس جوج ديال السنتيم بحال هكا، وكنلاقيها مع هاد النقيطة تاع البداية ديال الكتاف، أو كنقطعها بحال هكا، ومن بعد كنستمر في التقطاع ديال الروعة والخلف. دقة وحدة صراحة صالة سهلة، مكتحتاج منا الوقت كتير. ظرف ثلث ساعة تكون ساليت الفصالة نتاعها. من بعد تنجي للطرف ديال الثوب، و تنطراسي 8 ديال سنتيم بحال هكا، وكنزيد عليها 20 سنتيم كافي يعني بالنسبه للفتحه، ما بغيناش الفتح يكونوا كبار بزاف. أو تندير واحد الكرانة أي صغيرة بحال هكا، كنعلم باش مني نكون تنخيط نحبس، أو اللي غادي تعطف عاوتاني تكون عندها
العلامة علاش شد القياس. هندوزو نشوفو الصالة نتاع الكلاب كيفاش كتكون. كاين واحد شويه ديال التغيير بسيط ماشي بزاف. نحاول دائما الثوب نطويه على الطول ديالو بالنسبه للكمام وعلى الهواء الربوع وداك الشيء. فوقاش تنطويه على العرض غير في حاله الا كان الثوب ما غاديش يكفاني، ديك الساعات عاد كنضطر انني نطويه على العرض ديالو. واخا شوفوا كيفاش غادي نخدموا هاد الكميمات عاوتاني. كنبدا باول حاجه هي كناخذ التركيز ديالي بحال هكا وكنشوف ها هو القياس ديالو كيصغر وغادي نزيد واحد سنتيم على هاد القياس اللي عندي فيه دابا هنايا 20، غادي نزيد سنتيم اللي هي 21 طول ديالكم عندي فيه 48، هنزيد جوج ديال سنتيم كتولي ليا 50. ها هي كنزيد جوج سنتيم في حالة الا كنت غادي نخيط بالماكينه، كنا غادي نخيطو باليد اولا بغينا واحد العطيفه في الكميمات باش كتبان لنا الخدمه مخيطه باليد. كنزيد قياس ديال 3 ديال سنتيم بحال هكا و عندي في راس الكم 14 وكنزيد سنتيم. لحقاش غادي نخيط غير من هنا، هاد الجهة هادي هي مسدودة، إذا 15 و تهبط راسي بطبيعة الحال هاد النقيطات كنطراسي حتى هادي باش تبقى معلمالية بالنسبة منين نجي نخدم. وهنايا كنطيح الكتاف، طيح الكمام عفوا 5 ديال سنتيم بحال هكا وكنلاقي ما بين هاد النقطة وهاد النقطة. اذا انا بغيت 21 كنولي نتاكد منها انني عندي 21 تتجيني هنايا وكنولي نلاقي ما بين هاد النقطه وهاد النقطه هادي. وها الكميمات ديالي واجدين قطعهم. بطبيعة الحال كندير عاوتاني واحد الكرانه هنايا باش حتى تسمح لي الطباشير كتبقى ليا معلمه اي صغيره. شوف هذه هي الكرانه واخا. ودابا غادي ندوزو نفصلو القب. القب حتى هو ساهل وعادي ما ياخدش منا الوقت بزاف. سبق ليا وشرحت
اذا هاد الجهه اللي كتكون مسدوده كما كتشوفوها نتوما، القبض مطوي غير على زوج، كناخد فيها 30. هاد الجهه اللي كتكون من الفوق اللي كتكون نازله على الكتاف كناخد فيها 40 ياك، وكنجي من هنا لهنا ديريكت النقطة نتاع 30، من هاد النقطة نتاع 30 كنحددها ياك، وكنزل 15 ها هي، من هاد النقطة هادي كنشد من هنا هكا وكنجي لهنا. أنا بغيت غير 27 هي اللي محتاجة كنحددها هنايا. هاد اللودينات هادو عاوتاني فحالة الا كنت غنخدم الراندا اولا شي خدمه باليد ما كنفصلهمش، ولكن دابا انا غادي ندير الصنعه، غادي نحتاج هاد 10 ديال السنتيم بحال هكا 10 ولا حتى 12 كاع، كناخذو فيها هانتوما 4 ومن هنا 4 وغادي نلاقيو هاد النقيطات مع بعضياتهم. هاد لودينات راهم ضروريين بالنسبه للخدمه تاع الصنعه، تيجيو معمرين ومفينين كيغطيو لنا واحد الخياطه اللي كتجينا ما بين الكولور والهوابط، هادوك لودينات هما اللي تيغطيو لنا الخياطه ما كتبقاش تبان لنا الخياطه، يعني راهم ضروريين في القبض ما ننساهوش. وكيف ما كتشوفوا هانتوما القبض دائما ملي نفصلو كما تنقول لكم دائما نفصلو نديرلو بحال هكا باش كنشوفو واش ما هيجينيش عوج اولا شي حاجه. هانتوما ها هو شتو كي تيجي هكا، كنتاكد انه ملي غادي يطيح على الكتاف راه ما غاديش يجيني مخناش ولا فيه شي ديفو. حد هنا غادي تكون الحصه نتاعتي سالات، كنتمنى تكونوا فهمتوا وعرفتوا الطريقه نتاع تفصيل الجبليه، وكنبغي نقول الناس لاول مره كتشاهد القناه ديالي ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، وجيم الى عجبكم الفيديو من طبيعه الحال. باي باي عليكم وتهلاو فراسكم بزاف.